بسم الله الرحمن الرحيم. الناس اللي طلبت عمل بطروم اللياقة السعودي هوريكم ان شاء الله اسهل طريقة لعمل بطروم اللياقة وافضل طريقة ان شاء الله. طبعا مش يعني المتابعين بتوع القناة عارفين الكلام اللي انا بقوله، عارفين احنا بنقول ايه، بنوري السهل الممتنع، اسهل طريقة وافضل طريقة. تمام. في البداية انا بس الجماعة اللي هم الجداد اللي هيبقوا ضيوف علينا، ما تنسوش طبعا اشتراك ودعم للقناة، وخش على القناة كده واخد بالك وشوف الفيديوهات اللي عليها عاملة ازاي، ان شاء الله هتعجبك. ولو عجبتك حاجة اشترك في القناة ما تبخلش. تمام. طبعا انا بشوف خش في الشرح بتاعنا، انا بشوف العرض بتاع اللياقة بتاعتي قد ايه، اللي انا واخده عندي 44 سنتي، باخد الطول بتاع اللياقة بتاعي 44 سنتي وبحدد الطول كده. تمام. والعرض بتاع اللياقة بتاعتي انا هعمله هنا 6 سنتي، برضو هنا 6 سنتي اهوت كده. انا حددت الطول والعرض، هشد خط اهوت الاول وكده بحددت الطول والعرض بتاع اللياقة بتاعتي. تمام. يبقى انا هشتغل على الجزء دوت اللي انا حددته فقط لا غير. تمام. كل ده ملوش لازمه معايا، ادي الحته اللي هطلع عليها البطروم بتاع الليقة. اول حاجه انا بقسم الليقة، بقسم الطول بتاع الليقة بتاعتي اللي هو كان عندي 22 بيبقى 11، هرجع ورا 2 سنتي اهوت من بعد ال 11 واقوم جاي ايه عامل علامه كده، كذلك اهوت ال 11 و 2 سنتي، هشد هنا خط كده وادي خط كده. تمام. وهنزل من فوق من هنا 2 سنتي، 2 سنتي، 2 سنتي. اسهل طريقه لعمل البطروم اللي هي يا جماعه. تمام. وبشد خط كده اهوت على التحديد اللي انا حددته اللي هو ال 2 سنتي. تمام. باجي هنا بطلع سنتي واحد، سنتي واحد اهو، ادي السنتي كده في سنتي برضو عرض. تمام. ادي السنتي اهوت عشان تبقى متحددة معاك، متحسش ان انت او تحس ان انت ايه. تمام. هنا انا عايز العرض بتاع اللياقة بتاعتي من 4 سنتي اهوت، يبقى هنا كمان 4 سنتي، هاجي بعد السنتي دوت وهاخد 4 سنتي كده. تمام. وهاجي بعد كده هشد خطي اهوت اوصل دي كده ماشي. باجي هنا بريجه، ولو ما معكش ريجه انا الشرح بتاعي موجه للمبتدئين، اخدها يدوي كده من واحد مبتدئ لسه يقول لي انا لسه ببتدئ هجيب ريجه. ايوه يا باشا، ما تجيب ريجه، هات ريجه واشتغل وان شاء الله ورانا بفضل الله هتشتغل وهتعمل احلى شغل بفضل الله. تمام. كده انا حددت اهوت العرض بتاعي والطول بتاعي، الناحيه الثانيه برضو كذلك. اللي ما خدش باله او الحته دي فاتته، انا باخد عرض اللي كله بعرض 4 سنتي معايا، ادي ال 4 سنتي اهو، 4 سنتي، 4 سنتي، هنا برضو 4 سنتي، هنا 4 سنتي. ونخلي بالنا كل حاجة تتطبق في الشرح اللي انا شرحه. تمام. اهوت هنيجي هنا هنشيل او هنقص اللي احنا رسمناه مع بعض اهو، تلاقوا الشكل العام دلوقتي طالع عندكم. وكده ظهر معايا ما
الباترون للياقة السعودي نص اهو، اللي هي بتاعتنا بتبقى نص كده، برسم على الحشوة نص هنا ونص الناحية التانية، بتطلع معايا لياقة كاملة سعودي الشكل العام قدامكم. اتمنى يكون الشرح عجبكم، وطبعا لو عايز اللياقة دي ارفع من كده برفع سنتي داير ما يدور، واخد منها سنتي 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 وبشد ورفع اللياقة، بتبقى معايا لو انا عايزها 3 سنتي عادي مفيش مشكلة، ديت 4 سنتي. وان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي هنقفل مع بعض، الناس المتابعين على القناه هنقفل مع بعض الجلابيه السعودي دي باذن الله. ما تنسوش طبعا متابعه، والى اللقاء في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Yeah.